من الأسئلة اللي معانا النهاردة، أخت فاضلة بتقول بتقول أنا عندي سؤالين. الأول، أنا قبل كل صلاة بصلي 4 ركعات سنة ما عدا الفجر، يعني هي بتتطوع بصلاة 4 ركعات قبل كل فرض ما عدا الفجر، فهل يجوز؟ والسؤال الثاني، إنها عند الوضوء بعد غسل اليدين والتشهد بتقول اللهم عطر لساني بذكرك ونفسنا ريح الجنة وبيض وجهي يوم القيامة وأعطني كتابي بيميني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. فبتقول هل يجوز إن أنا أقول هذا الكلام؟ هبتدي الأول بالسؤال الأول الخاص بصلاة النوافل. بخصوص صلاة النوافل قبل الفرائض، أنا عندي نوعين من النفل. النفل يعني التطوع بالصلاة غير الصلاة المفروضة. عندي نوعين من النفل، هناك نفل راتب يعني متعلق بالفرد، يعني هو سنن بتصلى سواء قبل الصلاة المفروضة أو بعدها، سواء من السنن المؤكدة أو غير المؤكدة، فبنقول نفل راتب لأنه متعلق بالفريضة. وعندي نوع تاني من النفل اللي هو التطوع مثلا بأي نافلة الإنسان بيقوم بيها، وبالذات في مسألة الصلوات اللي الإنسان بيتطوع بيها، اسمه النفل مطلق. اسمه نفل مطلق، ده بيتطوع به الإنسان كيفما شاء ووقت ما هو عايز بيتطوع به. الركعات المؤكدات قبل الصلوات، عشان نراجع مع بعض، 2 ركعات قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر عند الجمهور، وعند السادة الشافعية 2 ركعات فقط، ده بالنسبة للقبلية. أما الرواتب المؤكدة اللي هي السنن المؤكدة اللي بتيجي بعد الصلوات، 2 ركعات بعد الظهر، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء. صلاة النوع الثاني من النفل اللي هو النفل المطلق قبل الصلوات على الهيئة اللي حضرتك قلتيها في السؤال، لا مانع منه شرعا، لأنه مندرج تحت أصل شرعي وهو جواز إيقاع العبادة في هذه الأوقات. يعني أنا عايزة أصلي 4 ركعات قبل كل فريضة، من عندي أنا كده، أنا حرة أصلي 4 ولا أصلي 6 ولا أصلي ما أشاء من عدد الركعات، ده اسمه نفل مطلق. أنا عايزة أصليها قبل الصلوات لأني أوقع العبادة في وقت، ينفع أن أنا أوقع العبادة فيه، مفيش مشكلة. فده بالنسبة للشق الأول لسؤالك. النقطة الثانية أو الشق الثاني من السؤال اللي حضرتك بتسألي فيه، أنه عند الوضوء بعد غسل اليدين والتشهد حضرتك عايزة تقولي أذكار معينة عند غسل الأعضاء في الوضوء، مفيش فيها يعني فلا شيء فيها شرعا يمنعك، لكونها من عبادة الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء على كل الأحوال، سواء بما هو وارد في نصوص الوحي الشريف أو بما يفتح الله به علينا. يعني ونطقت النصوص الشرعية المباركة بذلك، فلابد وأن تظل النصوص على عمومها، ولا يجوز أن تخصصها بموضع دون آخر إلا بدليل. وعندي أصل قوي أستند إليه في الأحاديث في هذا الأمر، يعني ورد في الصحيح عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه بيقول، بيحكي موقف حصل، بيقول كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، كانوا بيصلوا جماعة وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع النبي، بيقول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه، في واحد وراه رد لما سمع النبي بيقول سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، يعني لما النبي خلص الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل بيقول من المتكلم، مين اللي قال ده؟ قال أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيبشره بيقول له رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ يبتدرونها يعني يستبقون إليها، الدعوة الحلوة اللي انت قلتها دي، الملائكة بيستبقوا مين منهم يكتبها الأول من فضلها. يعني ده بيدل على وصول الثواب وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بذلك،
مع كون هذا الدعاء اللي الراجل ده قاله أثناء الصلاة لم يعلمه له سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الدعاء اللي ربنا فتح بيه عليه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لم يتضمن أي مخالفة شرعية، بل جاء هذا الدعاء اللي وفق إليه على وفق أصول الذكر والدعاء المقبول شرعا. لذا فإن من أهم قواعدنا التي تعلمناها إنه مجرد الترك للفعل من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ليس حجة بمفرده، بل لابد معه من قرينة قوية من قول أو فعل أو حال نستفيد منها المنع. فما تجيش تقول له لا أنت ليه بتدعي الدعاء ده وأنت بتتوضى، إيه اللي أنت بتقوله ده، النبي ما قالش الكلام ده. أقول لك لا، ما تقولوش كده ولا وما تقولهاش كده. إذا وفقت إلى دعاء موافق إلى معانيه وأسلوبه وأسسه وأصوله موافقة لما كان عليه أمر الدعاء في الشريعة فلا يمنع. مش مجرد النبي ترك الفعل ده ما عملهوش، إن أنا أحجر على الناس إنها ما تعملوش، لابد يكون في قرينة دالة على ذلك. وبالتالي يجوز لحضرتك تدعي بما يعني تقومي بالدعاء كما تشائين أثناء الوضوء، وإحنا يعني وربنا يفتح لنا ولكم بكل خير ويفتح علينا وعليكم بكل خير يا رب العالمين.